السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني، مقابله لحد الساعه من احسن المقابلات للمنتخب الوطني. قوه بدنيه، اندفاع بدني، روح قتاليه، مهارات فرديه، مراوغات، ابداع، يعني كل مواصفات الفوز تحققت اليوم، كل مواصفات النجاح تحققت اليوم. المنتخب الوطني اليوم عطانا درس باللي عندنا لاعبين، واللاعبين هذو ما كانوا مبعدين سابقا وما كانش يجونا احسن اللاعبين للمنتخب الوطني، سواء محليين ولا محترفين. ميساج واضح، ميساج واضح، كانوا كاينين لاعبين من على مستوى بعدين على المنتخب الوطني واللي يعرفها العاب الخاص، القضيه واضحه. اليوم عندنا فرديات ولا اروع، اليوم عندنا فرديات ولا اروع. شوط اول تونس شوط اول خرجناها من المقابله، انا نقول لك تونس خرجناها من المقابله في الشوط الاول لما نغارديو البالون تونس يتقلقوا. من المفروض لو جيت انا حكم بطاقة حمراء لسنانع، تدخل عنيف خارج نطاق، خارج مجال كرة القدم، هذا تدخل خارج اللعبة، هذا تدخل خارج اللعبة، تدخل خارج اللعبة بطاقة حمراء كارتروج وتخرج. لكن الحكم أعطاه بطاقة صفراء، ما فهمتش علاش، ما فهمتش علاش، تدخل عنيف. شوط أول ضغطنا، حاولنا، ضيعنا فرص، كانت عندنا اللمسة نتاعنا، سيطرنا عليه في وسط الميدان. اللاعب اللي نسميه رفيق صيفي، بودينا على علم ولا بوديلا، لاعب باش ما ننساش اسمه، لاعب بارادو على كل حال اللي جابوه جديد. هذا اللاعب فكرني بصيفي، عنده في اخطاء نوعا ما في كي غاردي البالون، يطول بزاف ويحكم الكره، لكن الوقفه تاعو تحسوا رفيق صيفي. لاعبين داروا اللي عليهم في الشوط الاول وضيعنا اهداف، ضيعنا اهداف. بوعون ايت عامر، ما نحكيش عليه، ايت عامر كي يقبض البالون دير في حسابك راح يدي واحد ولا زوج يروحوا، راح يفاصيهم، هذا شيء مفروغ منه. تيتراوي صحيح انه غلط شويه واعطى دي بال للتونس، من بعدها استرجع وصحح اخطاء نتاعو. نفس الشيء اللاعب السياسي بالحاج اللي ايضا كان نوعا ما ضيع واحد الكره اللي كنا قادرين نقضوا عليهم في الشوط الاول، كنا قادرين نسجلوا عليهم في الشوط الاول، كان حذاه بودينا، كان حذاه بودينا، وكان حذاه اللاعب الاخر بوعون، لكن هو بقى تاع محتفظ بالكره حتى راحت الكره وضاعت. على كل حال الشوط الثاني باش ما ننساش، بدايه الشوط الثاني انا صراحه ارفع لك القبعه على سات، راك ما عرف محظوظ، ما عرف مشات لك، ما عرف ابداع، مانيش عارف. انا صراحه ارفع لك القبعه في التغيير، انا اول واحد لما شفت وجعودي خرج ودخل عمار في البوست هذاك والجوار وجعودي ولا اسمه، ما كانش خارج الاطار، كان دار مقابله ممتازه، قلت انا الله يستر خاصه في وسط الميدان. لكن دخل عمار مشات يا اخي، امشات لك يا لاسيت بصحتك. وتغيير هذا تغيير تكتيكي بالنسبه لي انا، خلاص ما دام مشات لك سما تغيير تكتيكي. خرج لاعب ودخل لاعب سجل هدفين ولا اروع. الهدف الاول صاروخ مالغري عندهم غارديان، تونس غارديان ممتاز صراحه، لكن الهدف نتاع عمر الكاميرا ما تقدرش تحكمه صاروخ. الهدف الثاني نفس اللاعب، توغل دخل بين زوج، يدي ويجيب بلا ما ننساو ايضا ايت عامر اللي يدخل يمد لي باس ويمد لي بال، لي بال لوبي يعطيها البوعون، بوعون لا غالب يعني، بوعون دار اللي عليه اليوم. بوعون انا بالنسبه لي محارب، هذا اللاعب محارب، تعتمد عليه تتركز عليه باش يلعبوا الاجنحه في راحه تامه، يعطي الحريه للاجنحه سواء ايت عامر ولا بودينا ولا اذا دخل عمار. يعني صراحه انا اليوم لاسيت، مانيش نقول لك راني غلطت فيك ولا، انا صراحه المقابله الاولى اللي شفتهم كنا خارج الاطار، ما عندناش خطه، هضروا صراحه ما عندنا لا خطه لا طريقه لعب. مي بصح مقابله اليوم
تخرج لاعب وتدخل عمار، تخرج عجوج عودي وتدخل عمار، سامحني يا اخي هنايا ولا مشات لك يا اخي راك فيلسوف وتستاهل لا كل خير. مالغري انا في المقابله الاولى ما عجبنيش الحال، نلعب وعندنا امكانيات وعندنا مواهب وعندنا شبان وعندنا فنيات، مي ما عندناش طريقه لعب. مي يا اخي صراحه بصحتك ومشات لك على كل حال. اذا الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني، تاهل للنهائي لمواجهه السعوديه، السعوديه اللي فازت على مصر في ارضيه ميدانها بثلاثيه مقابل هدفين. اذا اليوم نفرحوا وقت الفرح، عدنا مده وسنوات كنا نجيبوا لاعبين مستوى ضعيف ولا نجيبوا قائمه فيها في نادي واحد فيها 7-8-10 لاعبين من نادي واحد، ونفس الشيء واللاعبين تاع الانديه الجزائريه ممنوعين باش يلعبوا بالمنتخب الوطني، واللاعبين المغتربين ممنوعين باش يلعبوا، والى لعبوا يجونا لاعبين اللي منتهيه العقود نتاعهم، اللي كونترا ما كانش خلاص، لاعبين مستوى ضعيف. علاش مانيش عارف؟ علاش تقسيوا الاتحاديه السابقه؟ تقول لكم مانيش عارف. نفس ما بيناتنا عام ما با عام التقسيمه في الدوره البطوله العربيه في تونس على ما تاهلناش، على المنتخب المغربي تقسينا ليبيا اللي في الحرب وفازت علينا، باش نكونوا صراحة ليبيا فازت علينا. علاش؟ علاش تسيير الهوي، تسيير الهوي. اليوم راحت الاتحاديه عندنا نقدروا نجيبوا جوار من الباير، لي جوار من كوينز بارك رانجرز، نجيبوا لي جوار من سان تيتيان، من مارسيليا، ناس تلعب يعني تلعب في النوادي نتاعهم، نجيبوا من سطيف، نجيبوا منش عن بالي انا، نجيبوا من الياسما، نجيبوا من سطيف، يعني ما كانت ما عادش هذيك العقده تاع الخوف من زطشي. راح زطشي الان، لما راح زطشي اصبحت حريه في الاختيار، نجيبوا لي جوار لي بيناسيونو، اللاعبين المغتربين اللي عندهم مستوى عالي نقدروا نجيبوهم. علاش؟ لان الشيء اللي خايفين منه ما كانش، الخوف من زطشي راح زطشي خلاص، دوكا ما عندنا حريه في الاختيار، نجيبوا احسن اللاعبين والنتيجه باينه. لما تحسن اللاعبين، جوده اللاعبين راح يعطيك مردود على المجموعه كامله. لما يعود عندك لاعبين يلعبوا في الباير وفي كوينز بارك ويلعبوا في فالنسيان وفي 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 سان تيتيان وفي وفي مارسيليا وغيره في تولوز، لا كاليتي تتحسن والجوده تاع اللاعبين تتحسن، وتجيب حتى لاعبين من بارادو يكونوا مستوى عالي، وتجيب من سطيف مستوى عالي، ومن ياسما الجوده، ومن السياسي ايضا المستوى زاد يطلع عكس سابقا اللي كانت لا ليسا واضحه وضوح الشمس وقائمه معروفه مسبقا. اذا الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني، هذه البدايه فقط، هذا مشروع مستقبلي للمنتخب الوطني، مشروع منتخب قوي. ما ننساوش نفس النتيجه مع الاكابر، هدفين لصفر، هدفين لصفر، يعني كيف كيف، يعني تونس للاسف سمحوا لنا خوتنا تونس، عام الجزائر اسمع بربي ان شاء الله كاس العالم نروحوا لها والمونديال نروحوا لها، عام الجزائر باختصار. اذا مقابله نهائيه ان شاء الله ترجع للجزائر، والكاس ترجع للمنتخب الوطني. الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني الوصول للنهائي، وان شاء الله الكاس، وان شاء الله الكاس ترجع جزائريه. اذا بالتوفيق للشبان. لاسيت يا خويا بصحتك، مشات لك واعطيك الصحه. في الاخير ملتقانا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.